بقول لكم هو ليه الاهلي اللي بيضغط عليه بايرن ميونخ. فاكرين موقع ترانسفير ماركتنج العالمي المعني باحصاءات وانتقالات كره القدم حول العالم؟ كان عمل قائمه مؤخرا بمناسبه مرور 20 سنه من القرن الجديد، مين الاول في العالم حصدا للالقاب خلال هذا القرن او خلال ال 20 سنه الاولى من القرن الجديد. كان الرائع جدا لكل واحد مصري انه يجي النادي الاهلي اول العالم، اول العالم. لما اعلن هذا التصنيف في ترانسفير ماركت كان الاهلي عنده 41 بطوله، بالفوز بالدوري بقى الاهلي 42 بطوله. عشان تتابعوا وتعرفوا الاهلي الاول عالميا مين بينافسه، الاقرب الضغط على الاهلي بقوه بايرن ميونخ الالماني اللي خد ثلاثيه السنه دي بقى عنده 40 بطوله. يعني بايرن ميونخ في القرن الجديد 40 بطوله، النادي الاهلي 42 بطوله، لينكولن بطل جبل طارق عنده 40 بطوله، برشلونه عنده 34 بطوله، بورتو البرتغالي، شاختر الاوكراني، سيلتيك الاسكتلندي، دينامو زغرب الكرواتي، تيراسبول المولوديفي كل واحد، وايضا اوكلاند سيتي النيوزيلندي، كل واحد من دول عنده 33 بطوله. بس عشان الناس ما تتلخبطش، ريال مدريد عنده 30 بطوله وباريس سان جيرمان عنده 29 بطوله. عشان الناس ما تتلخبطش، دي بنتكلم على البطولات الداخليه الاقليميه كلها. هي هو المعني، المعني كل بطولات كره القدم في يعني القرن ال 21. يعني عايز افهم دي، يعني هو حتى البطوله الداخليه مع البطولات الاقليميه؟ ايوه، كل ما تحقق فقط في القرن الجديد، يعني انجازاتك اللي قبل كده لا، كل بطولاتك اللي حققتها من بدايه القرن. بس عايز اعرف محليا وقريا، ضاف الاثنين على بعض. ايوه، لا الاكثر تتويجا بالبطولات الدوليه ده حاجه تانية. ده حاجه تانية. وايضا ينافس فيها الاهلي ريال مدريد. ريال مدريد، يعني برشلونه وريال مدريد وحاجات حلوه. وبايرن ميونخ هو إذن الاكثر اسمك ضغطا على الاستمرار في الاحصاءات الدوليه. هي دي قيمه النادي الاهلي بعد المنافسه مع اقوى 10 دوريات عربيا وعالميا. اهتمينا في مجله الاهلي الحقيقه، العدد الخاص اللي نزل النهارده هو كل الناس اللي خدت بطوله الدوري السنه دي، الاهلي اتصنفوا بينهم ازاي؟ ايه المقارنه ما بين ابطال الدوري السنه دي؟ كان الرائع جدا انه الاهلي الاول عالميا بين ابطال الدوريات المختلفه من حيث اسبقيه التتويج. الاهلي بيتوج قبل النهايه بسبع بطولات، تفوق على ليفربول والريال والبايرن واليوفنتوس. انت بتتوج قبلها بسبع مباريات. لما تيجي تحط كمان الفارق اللي بينك وبين الوصيف 20 نقطة، هتلاقي الأهلي الأفضل بين كل المتنافسين. كل البطولات، بطل الدوري مع الوصيف بتاعه. عشان كده أنت توجت بدري عنهم. صحيح. ده كان هذه القيمة العالمية في أرقام تتويج النادي الأهلي القياسية. طب تاريخيا، احنا استهلنا الحلقة بقوم يا أهلي شوف ولادك والبنود، ومن شيوخك اكتسبنا مجدنا. يعني اللي بيحصل من الاهلي السنه دي مستلهمه ومستمد قوته وطاقته من تاريخه. تاريخه مع الدوري كان عامل ازاي؟ اذا كان الكابتن محمود الخطيب نجم الكره المصريه الاشهر عمل هاتريك كرئيس نادي وفاز باللقب للمره الثالثه على التوالي، فلا يا بيبو انت مش لوحدك.